مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه التغطية متواصلة للجزيرة مباشر لتداعيات مقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية. دعونا نبدأ بالزخم الذي جاء بعد تصريحات الرئيس ترامب في ساعة متأخرة من مساء أمس بحسب التوقيت المحلي لمدينة إسطنبول. نبدأ بتصريحات نائب رئيس الحزب الحاكم في تركيا حزب العدالة والتنمية نعمان كورتورمش قال في تصريحات لافتة أن الولايات المتحدة تعرف جيدا من الذي أمر بقتل خاشقجي، كما أنه أيضا استخدم كلمة لافتة ومثالا على معرفة الولايات المتحدة بما يحدث، عندما قال إن المخابرات الأمريكية تعرف على وجه التحديد لون الفراء الخاص بالقطط التي تتجول داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، ولذلك فهي تعرف جيدا من الذي أمر بقتل جمال خاشقجي. وقال إن بهذه البيان وبهذه التصريحات التي خرجت من البيت الأبيض وعلى لسان الرئيس ترامب، فإن الولايات المتحدة دخلت في الشق السياسي لهذه القضية وخرجت من شق المعلومات ومن شق الأدلة ومن شق التصريحات التي تخرج بعد الأدلة إلى شق التحليلات والقرارات المأخوذة أو التي تتخذ بالمصالح أو على حسب المصالح الخاصة بالولايات المتحدة والبعيدة عن الشق الأخلاقي لهذه القضية على حسب وصف كورتولمش. أيضا تحدث وزير الخارجية التركي مساء أمس بعد تصريحات ترامب بحوالي ساعة ونصف بعد لقائه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو. قال وزير الخارجية إنه يعمل على حشد الدعم الدولي أو إنه يعمل بخصوص تحقيقات الدولية أو إجراء تحقيقات دولية بشأن قضية جمال خاشقجي، فيما عزاه البعض إلى أن الدولة التركية تبحث الآن عن دعم دولي للطلب من الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات دولية واسعة بخصوص قضية جمال خاشقجي بناء على الأدلة التي تم جمعها من الجانب التركي وكذلك على الاعترافات التي تتحدث السعودية أنها حصلت عليها من فريق 18، بالإضافة بالتأكيد إلى الدليل الأهم في هذه القضية وبالتأكيد هو التسجيل الصوتي أو التسجيلات الصوتية التي تتحدث المصادر التركية أنها ليست تسجيلا واحدا بل عدة تسجيلات تمتد من يوم 28 من سبتمبر، أي منذ وصول جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية للمرة الأولى وحتى مقتل جمال خاشقجي، بل تمتد هذه التسجيلات إلى أوقات بعد مقتل جمال خاشقجي وتحدد كل دور لمجموعة 18، بالإضافة إلى الدليل المباشر الذي يربط هذه العملية بالكامل عملية قتل جمال خاشقجي بمكتب ولي العهد محمد بن سلمان وبسعود القحطاني الذي قال له ماهر المطرب في هذه التسجيلات بوضوح وبحسب التسجيل الصوتي الذي نقلت عنه معلومات نيويورك تايمز وواشنطن بوست وغيرها من المصادر التركية والصحف التركية، أن ماهر المطرب قال لسعود القحطاني أبلغ سيدك أن المهمة تمت، ما يربط هذه العملية بالكامل بولي العهد السعودي، وهذه المعلومة التي تغاضى عنها الرئيس ترامب أو هذا هو الدليل القاطع الذي تغاضى عنه الرئيس ترامب أمس، لكنه وعلى سبيل المثال وبحسب من تواصلنا معهم من الصحفيين الأتراك فإن نقاط إيجابية أيضا كانت في هذا البيان الصادر من البيت الأبيض. نقاط أول هذه النقاط النقطة التي يتحدث الرئيس ترامب أن محمد بن سلمان ربما يكون على علم بعملية قتل جمال خاشقجي وأنه ربما لا يكون على علم هذه الفرضية الأولى التي طرحها الرئيس ترامب، والذي يضع محمد بن سلمان كأول مرة في موضع المحتمل أنه قام بهذا الأمر أو أنه أمر بالقيام بهذه العملية. كذلك هناك نقطة أخرى عندما تحدث الرئيس ترامب أن العلاقات مع الولايات المتحدة هي مع المملكة العربية السعودية وليست مع شخص بعينه، ولذلك فكان من الواضح أنه يضع مسافة بين شخص ترامب وبين شخص محمد بن سلمان، بين شخص رئيس الولايات المتحدة وولي العهد السعودي، وتحدث أن العلاقات تحكمها المصالح بين الولايات المتحدة كدولة وبين المملكة العربية السعودية، ولذلك أيضا ألقى بالكرة إلى الكونغرس وقال أنه بإمكانهم اتخاذ الإجراءات التي يظنون أنها
المناسبة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هذه النقاط الأبرز في بيان الرئيس ترامب والتي اعتبرها بعض الصحفيين الأتراك الذين تواصلنا معهم نقاط إيجابية ربما تطغى على النقاط السلبية الأخرى التي اعتبروها تراجعا من الولايات المتحدة عن تعهداتها بالكشف عن الشخص الآمر بعملية قتل جمال خاشقجي. كذلك كانت هناك انتقادات في بعض الصحف التركية لتصريحات الرئيس ترامب متهمين إياه بالابتعاد عن المجتمع المخابراتي الأمريكي، والدليل القاطع أو التقرير الذي خلصت إليه CIA بأن محمد بن سلمان هو الشخص الآمر بعملية قتل جمال خاشقجي، وأنه اختار أن يصطف وراء الرواية السعودية المشكوك في صحتها، وهو ما عزاه البعض إلى لغة المصالح، لكنهم تحدثوا عن النقاط الإيجابية الأخرى التي أوردناها في بداية هذه النافذة. كذلك نحن الرئيس أردوغان تحدث منذ قليل لكنه لم يشر بعد إلى خطاب الرئيس ترامب أو إلى بيان البيت الأبيض، لذلك فإن يبدو أن حالة الترقب عادت من جديد، لكن هذه المرة الكرة بالكامل في الملعب التركي وفي انتظار اتخاذ الموقف التركي بشأن تصريحات ترامب وكذلك بشأن ما تحدث عنه وأشار إليه الوزير الخارجية التركي وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة عندما تحدث أول أمس عن احتمالية وإمكانية اللجوء إلى إجراء تحقيقات دولية، ولكن بانتظار من سيطلب هذا الأمر، لأن هذا الأمر كما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة يحتاج إلى دعم دولي ويحتاج أيضا إلى طلب دولي ربما من لجنة حقوق الإنسان التي طالبت بأنها ستتخذ هذا الإجراء، وطالبت من تركيا ومن الدول المعنية كذلك ومن بينها السعودية بطلب إجراء تحقيق دولي، وهما رفضه السعوديون مرارا وتكرارا، وكان آخر الرفض هو موقف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عندما تحدث وقال إن السعودية ترفض رفضا قاطعا اللجوء للتحقيقات الدولية، لأنه على حسب وصفه فإن القضاء السعودي قضاء نزيه، وهو ما يشكك فيه الأتراك جملة وتفصيلا، ويشككون بالرواية السعودية التي سرعان ما تتغير يوما بعد يوم، كل يوم تحت ضغط جديد من الأدلة التي يفصح عنها الجانب التركي من خلال وسائل الإعلام التركية وكذلك من وسائل الإعلام السعودية. تتراجع السعودية عن روايتها، وهذا ما يشكك بالكامل في الرواية السعودية منذ بدايتها في الرواية الأولى ورواية محمد بن سلمان أن جمال خاشقجي خرج من القنصلية، وحتى الرواية الأخيرة التي تتحدث عن قتله وتقطيعه، لكنها تنزع الصلة بين هذه العملية ومحمد بن سلمان، وهو ما يرفضه الجانب التركي الذي يصر على وجود علاقة وثيقة وموثقة بالأدلة بين شخص محمد بن سلمان أو ما يسمونه الشخص النافذ في البيت الملكي السعودي وبين تنفيذ هذه العملية البشعة والنكراء بحق صحفي السعودي. هو واحد من أكبر الصحفيين السعوديين في العالم، وكذلك هو واحد من أهم الصحفيين الذين يعملون في كبرى الصحف العالمية وهي صحيفة واشنطن بوست. سنكون معكم بالتأكيد على مدار الساعة لإطلاعكم على آخر التفاصيل وعلى آخر المعلومات التي ترد إلينا من أمام القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.